واحد بيقول ما فائدة زيارة المقابر؟ يعني تشعر بأن الحياة تنتهي بالموت فيأتيك شيء من الزهد والنسك، ودايما تأثير الموت بيجلب التوبة. قديس الأنبا أنطونوس لما شاف أبوه ميت اتعظ من موت أبيه، وخاطب أباه الميت وقال له: أين عظمتك وأين غناك وأين سلطانك؟ خرجت من الدنيا بغير إرادتك، لكن أنا أحب أن أخرج بإرادتي